السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله فيديو جديد من السلسلة اللي بتتكلم عن السيفل سوفت وير او السيفل بروجرامز. هنتكلم عن بعض عن البريمافيرا مع بعض. البريمافيرا ده قالك هو برنامج يستخدم لتخطيط المشروعات، يبقى برنامج بستخدمه عشان اعمل بلان للمشروع. طيب فئة ايه في الهندسة المدنية اللي بتشتغل على برنامج البرامافيرا؟ قالك الناس اللي بتشتغل في الإدارة، الناس اللي بتشتغل في المانجمنت. ممكن يبقى في واحد شغال بلاننج، هو ده اللي هيحتاج يعرف البرامافيرا ويذاكره كويس ويشتغل عليه وكده، فبيستخدمه للتخطيط للمشروعات. تاني حاجة بيعمل بيه جدول زمنية. تمام، الجدول الزمنية اللي بيعملها المشروع دي وحساب التكاليف، ويبقى على دراية بالمشروع ويتحكم فيه، يعني يبقى عارف المشروع بتاعه والجدول الزمني بتاعه عامل ازاي، هيبدأ امتى هيخلص امتى، يراقب النمو الخاص بالمشروع، المشروع ماشي تمام، المشروع متقدم، المشروع متأخر كده، يبقى عارف الفترة الزمنية بتاع المشروع. تمام، قالك كما يقوم بحساب مدة المشروع والموارد المراد استخدامها وتحديد الاستخدام الأمثل لهذه الموارد. يعني انت من الآخر بتبقى راجل بلانينج، بلانر شغال في البلانينج، عارف بريمافيرا، تعرف تعمل جدول زمني المشروع، عارف حياة المشروع، بتشوف المشروع وبتتابعه، بتشوف هل انت متقدم هل انت متأخر، التكلفة عاملة ايه، الموارد عاملة ايه، العمالة عاملة ايه، هل انت ماشي على التراك مظبوط ولا هل انت بقيت اوت اوف تراك، بقيت يعني المشروع بدأ يتأخر منك والعملية بدأت تبوظ منك، فتعمل مثلا فاست تراك، تكثف شغل، تجيب عمالة زيادة، تجيب معدات زيادة، ولا مثلا تعمل ان انت تدخل نشاطين مع بعض، مثلا تشغل نشاطين مع بعض بدل ما نشاط واحد هيشتغل في الفترة دي يبقوا اتنين. فانت كبلانر بتبدأ تشوف الكلام ده عن طريق ايه، عن طريق الجدول الزمني والحاجات اللي انت عملتها ببرنامج البريمافيرا، واللي بتدرس بيها دورة حياة المشروع، تشوف نفسك المشروع بتاعك وصل لحد فين. قالك بالإضافة إلى القدرة على مراجعة أي مشروع سابق وبتقارنه بوضعك الحالي، وبتعرف مدى التأخر سواء على المستوى المدة الزمنية أو على المستوى الموارد. ده شكل واجهة البرنامج وده الشغل اللي بتقدر تعمله على البرنامج. فاحنا بننصح بيه طبعا كل الناس اللي هتتوجه لمجال المانجمنت والبلانينج والحاجات دي، لازم يتعلموا بريمافيرا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكده نكون خلصنا الفيديو. لو الفيديو عجب حضرتك اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد. اعمل لايك للفيديو ودعو أصدقائك للاشتراك في القناة عشان الفيديوهات دي توصل لكل الناس، ولو أي حد بيدور عليها يلاقيها موجودة قدامه بسهولة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو محتاجين تعرفوا المصدر، المصدر هو يعني المصدر اللي هو اللي فيه معظم السوفت وير هو برنامج سيفل بروجرامز اللي هو ده. لما تفتحه هتلاقي فيه كذا برنامج، بتفتح اي برنامج بيكتب لك استخدامه ايه. بس طبعا احنا لما بنيجي نتكلم في الفيديو ما بنتكلمش، ما بنقرأش اللي مكتوب ده، بس لا احنا بنحاول نفسره لكم كمان. يعني انا لو عايز اقرا اللي مكتوب ده كنت قراته وكنت قفلت الفيديو بعد دقيقه بالظبط، لكن احنا الفيديو وصل معانا اول حد 4 دقايق لان احنا بنفسر كل كلمه مكتوبه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.